نتابع المقدمة، وهنا المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا في هذه الانطلاقة والتحدي مشاهدينا الكرام. يأتي الفارس على الصدارة وعلى المركز الأول لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم محمد بن علي العويسي من يأتينا على المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق والتحدي. بينما المركز الثاني والتواجد هنا على ثاني المراكز من شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن عبيد بن مروشد وبسهيل متواجد في هذا الشوط في هذا الانطلاق الجميل. بينما المركز الثالث والمنطلق هنا نشوان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة مطر بن سيف باللحج الهايري وأرى هملول مع الشيخ محمد بن بطي آل حامد مع مختار بن أحمد في التضمير رابعا. وفي المركز الخامس ويأتينا هنا صوغان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع عبد الله بن سالم المسافري على خامس المراكز. وفي المركز السادس المركز السابع راهي من يأتينا على المركز السابع سمو الشيخ حمدان بن راهي بن سعيد المكتوم قيادة أحمد بن سلطان بن رشيد. وفي المركز الثامن والوصول من ظبيان سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهي بن سعيد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرطي الحميري وشاهين. في المركز التاسع سمو الشيخ خالد بن أحمد القاسمي مع سالم بن حميد الخاطري في تضميرة. وعلى المركز العاشر وعاشر المنطلقين هنا يأتينا مناور لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم مع سعيد بن سالم لينيبي في التضمير. هذه هي النتائج للمراكز الأولى في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى الفارس، نعود إلى الفارس المسيطر على زمام الأمور، المسيطر على الصدارة وعلى المركز الأول لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم محمد بن علي العويسي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول المنطلق بهذا الأداء الجميل والصدارة. المركز الثاني مشاهدينا الكرام ويأتي شاهين في المركز الثاني سمو الشيخ حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن سالم مع سعيد بن عبيد بن مروشد من يأتي على المركز الثاني في هذه الانطلاق. المركز الثالث هملول مع الشيخ محمد بن بطي آل حامد مع مختار بن أحمد من يأتي على ثالث المراكز. وفي المركز الرابع ظبيان قادم على المركز الرابع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرض الحميري وراهي هنا على المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم مع احمد بن سلطان بن رشيد. نشوان في المركز السادس سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مع مطر بن سيف بن لحج الهايري. وعلى المركز السابع ياتينا صوغان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم عبد الله بن سالم المسافري هنا ايضا في التضمير من ياتي مع صوغان على المركز السابع. وفي المركز الثامن مناور قادم مع المركز الثامن لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم بقيادة سعيد بن سالم لنيبي. وعلى المركز التاسع مسراح هنا من يأتينا لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم مع غانم بن مصر بالقوبع بهذه الانطلاقة والتحدي مشاهدينا الكرام. بينما المركز العاشر الطيار قادم لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع عتيق بن سالم بالعرطي الحميري في هذه الانطلاقة.
نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، نعود إلى الفارس، نعود إلى الفارس اسمه الشيخ زايد بن المرب مكتوم المكتوم محمد بن علي العويسي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق والتحدي. أرى هناك شاهين، شاهين اسمه الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد بن مروشد في التضمير على ثاني المراكز والابتعاد بالمركزين الأول والثاني عن بقية المشاركين في هذا الأداء الجميل. المركز الثاني، المركز الثالث يأتي هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد مع مختار أحمد على ثالث المراكز، وفي المركز الرابع ظبيان في المركز الرابع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرطي الحميري، وفي المركز الخامس، المركز الخامس مسراح قادم، مسراح لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راهب بن سعيد المكتوم مع غانم بن مصر بالقوبع في تضمير مسراح القادم في هذه اللحظات. وراهي سمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع احمد بن سلطان بن رشيد من ياتينا في هذه الانطلاقه مشاهدينا ومتابعينا الكرام. هناك الوصول من مناور، مناور مناور سمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم مع سعيد بن سالم لينيبي المركز الثامن نشوان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب بن سعيد مكتوم مع المضمر مطر بن سيف اللحج الهايري، وتاسع المراكز ياتي صغان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد مكتوم مع عبد الله بن سالم المسافري، وعاشر المراكز الطياري سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعيد مكتوم او الطيار مع عتيق بن سالم بالعرطي الحميري. نعود الى الصدارة، نعود الى المقدمة والى المركز الاول وصدارة هذا الشوط، والفارس، الفارس على الصدارة، الفارس على المقدمة وعلى المركز الاول، يبغى النقطة الرابعة، يبغى النقطة الرابعة في سباق صباح هذا اليوم مع الفارس بهذا الاداء الجميل والعرض المميز هنا على صدارة هذا الشوط والكيلومتر الأخير. الفارس لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم محمد بن علي العويسي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور، يسيطر على الصدارة. شاهين في المركز الثاني سمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع سعيد بن عبيد بن مروشد من يأتي على ثاني المراكز، وأتى مناور، مناور 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 من ينطلق بها هذه اللحظات لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم مع سعيد بن سالم لينيبي في التضمير من ياتينا هذه الانطلاقه والتحدي مشاهدينا ومتابعينا الكروم. ما شاء الله التحديات، مسراح قادم سمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راهب بن سعيد المكتوم مع غانم بن مصر بالقوبع، وهنا ياتينا راهي سمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع احمد بن سلطان بن رشيد في التضمير، ولكن الفارس، الفارس على الصدارة، الفارس على المقدمة وعلى المركز الاول لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم بقيادة مضمر النجوم الخامس حمد بن علي العويسي من ياتينا هنا في الفوز الرابع في هذا الصباح. والتهنية لابو زايد على هذا الاداء سمو الشيخ المر بن مكتوم المكتوم على هذا الاداء الجميل للفارس، وايضا مناور في المركز الثاني، ولكن الفارس يصل الى خط النهاية معلن الفوز، معلن ناموس تهانينا سمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم، والتهنية لحمد بن علي العويسي، بينما المركز الثاني مناور سمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم مسرح في المركز الثالث لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راهب بن سعيد مكتوم مركز الرابع مع الشيخ محمد بن بطيه الحامد المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. ها هي الانطلاقات، ونعود الى التوقيت الزمني ولحظة هنا الوصول من ايضا الفارس معلن الفوز والناموس، تهانينا لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم، والثانية لحمد بن علي العويسي في هذا الانطلاق. 9:40 تسعة من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني الذي قدم مع الفارس، بينما المركز الثاني هنا يأتينا بهذه الانطلاقة مناور 9:42 وخمسة أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم، والثانية للمضمر السيد سعيد بن سالم لينيبي، بينما المركز
هذه ثالث كان من نصيب ثالث المراكز والذي أتى هذه اللحظات هنا على ثالث المراكز. مسراح بتسع دقائق 43 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راهب بن سعيد مكتوم والثانية لغانم بن مسر بالقوبة. ها هي الانطلاقة مشاهدينا الكرام بشوطنا التالي.